تقول: هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض وليس به عذر مرض أو نحوه؟ لا بأس أن يصلي الإنسان على مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا كان طاهرا وكان ثابتا، لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي وتشويش على المصلي، ما دام أنه مستقر وأنه طاهر فلا حرج في الصلاة عليه إن شاء الله. نعم.